من أجل تعزيز الآليات المواجهة لفائدة المرأة الماكثة بالبيت لتشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني، وقفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي أمام انشغالات واحتياجات النساء المنتجات بولاية تيزي وزو العارضات لما تجود به أيديهن. النشاطات اللي تقبل عليها المرأة في ولاية تيزي وزو هي النشاطات الصغيرة، الخدمات، النشاطات الفلاحية، وعلى هذا الأساس إن شاء الله راح يؤخذ هذا الأخير بعين الاعتبار في الاجتماع التنسيقي اللي راح يكون مع كل القطاعات المعنية في الأيام المقبلة إن شاء الله بعد استيفائنا لكل الزيارات ورصد كل الاحتياجات. طلقنا قافلة تحسيسية في إطار التعريف بآليات دعم هذا المرأة. هي فرصة لتسليم صكوك بنكية من القرض المصغر وتوزيع شهادات استفادة من محلات، بالإضافة إلى تقديم أفران لصناعة الحلويات للنساء المعوزات وماكنة خياطة وتكريم ثلاث حرفيات بدار الصناعة التقليدية. كما قام الوفد الوزاري بزيارة محلات وورشات الصناعة التقليدية وكذا ورشة تكوينية لصالح المستفيدات من القرض المصغر. ومن أعالي بن يني زار الوزيران فندق السوار الفضي بعد إعادة تهيئته. الهدف نتاعنا المجيء نتاعنا اليوم هو برز نشاط نتاع المرأة الماكسة في البيت والمرأة الريفية والمرأة اللي عايشة في الظلم، باش نعطوهم يعني المعلومة. الدولة هي مستعدة وبدات يعني شفتوا يعني نماذج يعني ناجحة 100%. احنا هذا النجاح هذا باغيين يعني نعمموه على وسط الوطن. وختم زيارتي كانت مع المجاهدة بوجيدة الزهراء التي قدمت رسالة قوية للشباب والنساء. كل جنس تعرضتك إلى خدير الإيمان في روحهم، ما يقولوش آه أنا تعذبت وأنا هكذا، لا، كي تشد الحاجة إلى قديها حتى اللفاء ودير الإيمان في قلبها، كي دير الحاجة اللي بغات تديرها بالثقة الكبيرة اللي تديرها.